ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده عايزين نقول حبة خرافات او حاجات احنا بنعملها مع اولادنا، هي كتير جدا بتكون غلط، والخرافات دي احنا بنعملها بناء على كلام الناس اللي حوالينا، وده جاي بناء على الاسئلة اللي جاتني من معظم الناس الفترة اللي فاتت. في مثلا حد بيقول لي انا عرضت ابني على 3 دكاترة عشان اتأكد هو عنده توحد ولا لا. طيب في 2 دكاترة قالوا ان هو ما عندوش توحد ولا اي حاجة وان هو متأخر في الكلام، وفي حد واحد قال ان هو عنده من التوحد. مفيش حاجة اسمها عنده جزء وعنده مش عارفة ايه والكلام ده كله. ممكن نقول في نسبة توحد، تمام، ممكن اقول في نسبة توحد، في طيف توحد كده، لكن حتة اصله ده لاطش توحد لا. هو طبيا او الدكتور المفروض اللي يشخص الحالة نكون عارفين، هو يعني اعرف من الدكتور ايه الحالة بالظبط بتاع ابني. وبعدين لما يكون 2 دكاترة قالوا لحضرتك ان هو ما عندوش حاجة، يعني احنا رحنا للناس اتفقوا ان هو ما عندوش حاجة وشخص واحد بس اللي قال حاجة مختلفة، تمام. المفروض ان انا اشوف انا كأم اتعامل مع ابني ازاي واشوف هو متأخر في ايه واحاول انميه عنده، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي جات لنا برضو اللي كانت غريبة قوي، ان انا بودي ابني مثلا مدرسة معينة بمبلغ معين، او بودي ابني حضانة معينة بمبلغ معين، يبدأ بقى كل اللي حواليا ده كتير قوي، ده كده زيادة قوي عليكي. طيب هي ده اسمه كلام يسم البدن، يعني احنا كده بنخلي اي ام بنكرهها في حياتها. يعني ايه بنكرهها في حياتها؟ يعني كل ام بتبقى شايفه هي قدراتها ايه وتقدر تعمل ايه مع ابنها وما تقدرش تعمل ايه مع ابنها، فسيبوا كل حد يتصرف ويتعامل بمنطلق او بوجهه نظره هو او بطبيعته هو او بطريقه اللي هو قادر يعيش بيها، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي جات لنا يعني الفتره اللي فاتت، انا ابني عنده 4 سنين وهو بيتكلم كويس جدا، بس كلهم بيقولوا عليه ان هو عبيط وبيتهته في الكلام. طيب حته كلهم بيقولوا دي مش يعني ما تشغلكيش ابدا، انت اللي يشغل حضرتك هو انت ابنك فعلا بيتهته ولا لا. حاجه كمان، ما تسمحيش لحد ان هو يغلط في ابنك. يعني في حاجتين ما نسمحش ان اي حد مهما كان مين يعملهم مع ابني او بنتي. الحاجه الاولانيه ان هو يشتمه او يتطاول عليه بالصوت او كده، الحاجه التانيه ان هو يضربه. يعني ما تسمحيش لحد ان هو لا يهين ابنك بالشتيمه او بالزعيق او الكلام ده كله، ولا ان هو يضربه. فما بالك بقى ده بيتنمر عليه، اصل هو عبيط. لا، هو مفيش حاجه اسمها اصل هو عبيط. لو انت حضرتك شايفه ان ابنك عنده مشكله وبيتهته او اي حاجه، بتتوجهي لحد يشوف المشكله دي ايه، تمام. مش تبقي مثلا كلنا يعني بيقابلنا ان احنا بنسمع كلام اي حد وخلاص، والكلام لو الدكتور هو اللي قايله احنا ما بنسمعش كلام الدكتور، احنا بنبقى بنسمع كلام الناس اللي معانا في المواصلات، معلش يعني اللي بتعلق على اولادنا، وبنيجي عند تشخيص الدكتور او الكلام اللي الدكتور قاله ما بنسمعلوش ولا بنركز فيه، ودي حاجه مش صح خالص، تمام. لو حضرتك شايفة ان هو عنده مشكلة وتوجهي لحد متخصص وشوفي المشكلة في ايه، لكن ما تسمعيش كلام حد ده اصل هو مش بيفهم، ده اصل هو عبيط، ده اصل هو مش عارفة ايه الكلام ده كله. كمان من ضمن الحاجات اللي جات لنا، انا شغالة مع ابني جلسات تخاطب، اشتغلت معاه اسبوع وقعدت ما لقيتش نتيجة. حضرتك النتيجة دي ممكن تشوفيها بعد من 3 ل 6 شهور، تمام، والنتيجة دي ممكن تشوفيها لما انت كمان تساعدي اللي بيشتغل وتشتغلي مع ابنك او بنتك في البيت. النتيجة دي انت ممكن تشوفيها لما انت تكوني بتعملي اللي عليكي، زي ما الاخصائي او المكان اللي انت مودية ابنك فيه يعمل اللي عليه، تمام. يبقى دايما مش انتظر النتيجة بعد مرة او مرتين واقول اصل انا وديته كتير جدا وما كانش فيه نتيجة. لا، ما هو ما فيش نتيجة دي بيبقى ليها اسباب كتير جدا. ده غير ان انت يعني عايزة نتيجة، عايزة الولد يبقى جاي النهاردة يبقى بيتكلم دلوقتي، بيعمل النهارده يبقى كويس النهارده. طب ما انت لازم برضو في البيت تساعدي اللي بيشتغل ده وتشتغلي مع ابنك وتحاولي تكرري الحاجات اللي هو بياخدها في الجلسات او في الحضانه او ايا كان المكان اللي بيروحه. لكن ما ينفعش اقول اصل هو ما فيش نتيجه، انا وديته اسبوع وما فيش نتيجه. دي واحده صاحبتي قالت لي ان انت كده كده انت بترمي فلوسك في الارض. طب هو صاحبتك ادرى بالشخص اللي دارس او اللي فاهم او كده، تمام. يبقى دي من الحاجات اللي هو يا ريت بلاش نسمع للناس، نسمع لاحساسنا احنا، وانا عايزه ابني يبقى كويس في ايه او مش كويس في ايه، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي جات لنا ان طفل عنده 12 سنه وعنده تبول لا ارادي، واللي حواليا نصحوني ان انا اديله مش عارفه ايه قبل ما ينام، اعشاب ايه، ومش عارفه قالوا لي اعملي ايه، وقالوا لي مش عارفه اعمل ايه، وجربت كل الطرق،
وما نفعش معاه اي حاجه. طيب حاجه جربتي كل الطرق اللي هي الناس بيقولوا عليها، طب جربي الناحيه بقى اللي هي ايه المفروض ان انت تسعي فيها او تروحي فيها، شوفي دكتور وشوفي في مشكله في المثانه ولا لا. لو مفيش مشكله في المثانه توجهي ان هو ياخد تعديل سلوك، يشوف المشكله فيها، المشكله في ايه اصلا. لكن ما ينفعش ان احنا نبقى يعني كل وجهات نظرنا ان احنا شايفين ان كلام الناس هو اللي صح والناحيه التانية هي اللي غلط بس، او ان انا دايما انا مش مقصره مع ابني، انا وديته ياخد تخاطب اسبوع، وديته ياخد مش عارفه ايه اسبوعين بس ما جابتش نتيجه. طب ما هي ما جابتش نتيجه لان انت لا استمريتي في الجلسات ولا اشتغلتي معاه في البيت ولا اي حاجه. من ضمن الشكاوي كتير جدا اللي بتجي لنا، ما انا وديته المكان الفلاني وما حصلش نتيجه. طب ما انت ما استنيتيش ان يبقى في نتيجه اصلا. تمام. فحته ان هو عنده مشكله تبول لا ارادي يعني، وجربتي كل الاعشاب اللي هي الطبيعيه وجربتي الطرق الطبيعيه وجربتي كل الحاجات وما نفعتش، طب نجرب الناحيه الثانيه لعله خير ان شاء الله وتنفع. تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي جات لنا، ام بتقول انا ابني بيبقى كويس جدا لحد ما بنروح عند اعمامه وعماته وكده، وبيبدا يقلد اولاد اعمامه او عماته، يعني اولاد قرايب بابا. تمام. وبيقلدهم دايما في السلوكيات الغلط. طيب احنا كنا اتكلمنا في قبل كده ان حتة بيت العيلة عموما، او ان انا لما بخرج اروح عند اهلي او اهل جوزي او الكلام ده كله، ممكن انا ابقى عاملة زي قوانين ابني هيمشي عليها. تمام. في حدود معينة انت ما ينفعش تعملها، في حاجات معينة لو عملتها انا هقوم هاخدك وهمشي. كلمة حضرتك انت اللي هتمشي على ابنك، مش ابنك هو اللي هيمشي كلامه عليكي. بلاش طريقة ان ابني او بنتي هما اللي بيربوني مش انا اللي بربيهم. يعني ما يجيش حد يقول لي اصل هو مصمم على اللي في دماغه. هو مصمم على اللي في دماغه، هو طفل، لكن لو الكبير صمم على اللي في دماغه الكبير هينفذ. تمام. طب ما هو بيتعصب وبيتضايق وبيعمل. طب ما هو لما يتعصب ويتضايق ويعمل النهارده وتنفذي له اللي هو عايزه، بعد كده هيتعصب ويتضايق ويعمل وهينفذ برضه اللي هو عايزه. كلها دي يا جماعه خرافات وحاجات كتير جدا بنسمعها من اللي حوالينا وهي مش صح. وبعدين اللي هينفع مع ابنك او بنتك مش هينفع مع ابني او بنتي، واللي هينفع مع ابن اخويا او بنت اخويا مش هينفع مع حد تاني. يعني الطريقة بتختلف. احنا اتفقنا قبل كده لازم يكون في مرونة مع الاطفال. اصل انا ما بعرفش اتعامل مع ابني. تمام. هو انت جربتي كل الطرق وما عرفتيش تتعاملي؟ احنا ما بنجربش غير حاجتين، ان انا بضرب الطفل او بشتمه او بهينه. يعني اضرب او اضرب الطفل او اشتم واهينه. تمام. طب ما انت كده يعني ما جربتيش الطرق الباقيه، ما جربتيش تاخدي الطفل وتحاولي تتكلمي معاه، ما جربتيش تتعاملي مع الطفل بشكل هادي شويه، ما جربتيش تتعاملي زي ما انت ما تحبيش حد يضايقك او يزعقلك او يهينك او ايا كان الفكره بترضيها على الطفل. طب ما هو الطفل هيتعامل معاكي زي ما هو يبقى عايز يغيظك زي ما انت ما بتغزيني. صح ولا غلط؟ هي دي برده، هو ده طفل فبيحس. تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي جات لنا التريقة او التنمر اللي ماشي كتير قوي على اي طفل من اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. انا ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة، الناس بتقعد تتريق عليه مش عارفة ايه. يا جماعة هو ده مش حاجة حلوة. انت كده بتعلم ابنك اللي انت بتتريق ده. انت انا مثلا بتريق على طفل، طب انا كده بعلم ابني او بنتي ان دي حاجة عادية، اتريق براحتك وهين اللي قدامك واسخر منه. كل دي حاجات مش صح. ما هو انا قدوه لابني، فانا لما اكون انا بتريق انا كده يعني دي حاجه مش صح خالص. والحكايه دي بتوجع الام او الاب اللي هم عندهم طفل عنده مشكله. تمام. حاجه كمان من ضمن الحاجات برضو على اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، هم كده كده مش هيحصل لهم، مش هيتحسنوا. لا، اوعي تسمعي كلمه ان هم مش هيتحسنوا. اعملي اللي عليكي، اعملي اللي عليكي، اعملي اللي عليكي. الاطفال دي بتتحسن وبتجيب نتيجة، بس اهم حاجة ان انا ابقى مقتنعة واعمل اللي عليا مع ابني او بنتي. مش ان هو ايه، لا ده مش هيجيب نتيجة، لا ده انا عملت مش عارفة ايه وما حصلش ايه، لا ده انا مش عارفة ايه. ما تسمعيش كلام حد الا حد متخصص. يا جماعة الكلمة دي انا بأكد عليها كتير جدا، لان دي من اغلب الشكاوي اللي جات لنا، ان انا سمعت كلام خالته، سمعت كلام عمته، سمعت كلام عمه، سمعت كلام خاله، سمعت كلام واحدة صاحبتي في الشغل، سمعت كلام مش عارفة ايه. دي من الحاجات الغلط، من الغرائب فعلا في الشغل بتاعنا، دي من الحاجات الغلط. تمام. ابنك المفروض انت اللي هتربيه لوحدك. تمام. انت يعني الاسره اللي هو بابا وماما، مش بابا وماما والجيران واصحابه واخواته ومعارفي وقرايبي ولا والعالم العربي يعني. لا، ابنك انت وباباه اللي بتربوه بس. تمام.
كمان بقى في حاجات مساعده اللي هي التلفزيون، الحاجات المساعده اللي بره، لكن مش الاشخاص. ما خليش حد يتحكم في الطريقه اللي انا هتعامل بيها مع ابني. يعني ما نبقاش مثلا في النادي وخارجين واي حاجه، ولاي حد جه مثلا علق ان ده انت ابنك مش مؤدب، تروح انت مروحه ضربه، انت ما ضربتوش عشان خاطر هو مش مؤدب، انت ضربتيه عشان الكلمه ضايقتك، تمام؟ لا، ما تسمحيش لحد انه يعلق على ابنك او بنتك. دي كانت اغلب الحاجات اللي جات لنا الفتره اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله نتقابل في فيديو جديد باستفسارات جديده. مع السلامه.